ها وراه هي ذكرى، انا قلتها لك. ما معنى مداويخ؟ صيغة جمع لمدواخين. ما معنى مدواخ؟ اسم فاعل كثير التدويخ. نعطيك مثال، كنقولوا أغار يغير فهو مغير، وحين يكون كثير الإغارة نقول رجل مغوار وجند مغاوير على وزن مفاعيل، لا نقول جنود مغاوير لأن ممنوع من الصرف، مفاعيل كنقول مفاعيل مفاعيل ولا نقول مفاعيل لأن ممنوع من الصرف، رجل مغوار كثير الإغارة جنود مغاوير، رجل مدواخ ورجال مداويخ، هي أناس كثير التدويخ. وهذا اسم فاعل هو أطلقه وأراد به سميته المفعول به، وهذا خطأ وغلط لغويا وبلاغيا ونحويا ودلاليا وكلاميا، يدل سميته على أنه ما عندوش علاقة باللغة، ولكن حتى عندك المنظور الخاطئ ديالو هو غنمشيو معاه غنلقاه هو على الصح، لان الناس اللي فعلا النت اللي مثلا انتخبوه وصلوا كذا راهم مداوخ، وما كانوش مداوخ ما غيكلفوش واحد غادي يحتقرهم وغادي يشوف غير المصلحه ديالو هو وتنميه الثروات، واحد كيصور مليار واحد كيصور حتى درهم. فعلا هذا الكلام راه صحيح، راهم مداوخ النت بالطريقه الخاطئه ديالو هو. بالنسبه لي انا، وانا اقسم بعزتي لا ما عمري انتخبت ولا مره في حياتي ولا تسجلت ولا عرفت شي حاجه سميتها انتخاب، هكذا رباني الوالد ديالي الله يرحمه ووصاني وعطيني انا هكذا اربي وليداتي. عندكم تثقوا في شي واحد، لا تامنوا بشي واحد، ديك الافلام الهنديه وديك دموع التماسيح وبغيت لكم الخير، ما يبغي لك الخير الا الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. والمساله ديال الفنانه ما تضامنوش هاد المسألة هادي، أنا راه ماشي فنان داك المفهوم ديال اللي كيعرفو الناس، ندور مع التلفازة والقنوات الإذاعية و لي جورنو والجرائد هكا باش ندوز من بعد، لا أنا فنان كنشتغل لراسي بشكل انفرادي، عندي كلامي عندي الحنية عندي عزفي عندي واحد السيل ديالي، وغي ثلاثة الأغاني ديالي شايفينهم 20 مليون ديال الناس من أصل 400 أغنية، إذا المشاهدة راها تفوق 100 مليون مشاهدة اللي شايفيني. اما قلت مسألة الفنان قالوا ما تضمنوش، إيه انا قبل تقريبا قبل عام دابا راه عندي منشور في الفيس ديالي هذا الامر، هذا بان هذا السيد هم عليه هذا اغلى من الما في اوروبا، راه المنشور التاريخ ديالو يؤكد صدق ما اقول. اليوم في اوروبا كاين غازوزا يعني او غازوز كيدير 60 ريال 70 ريال، هنايا كي بحال كيبيعوك التقدارة ديال الصيدلية بهاد المفهوم. واذا انا قلت قبل ما يقولوها الناس، ومش احنا كاع حتى من مفهوم اخر، الارض ارض الله وارض شعبين والماء خلقه الله فجره الله، واش هاد الناس داروا دي لابوراتوار الزون كريي دي موليكيل وجابوا الاشدوز وما عندهم ركبوه صنعوا لنا هاد الماء كيبيعوا لينا؟ فباي منطق كاع لا انساني ولا قانوني واحد السيد غيجي ويستحوذ لهاد الماء هذا ويبقى يبيعوا لعباد الله في التقطيره؟ يلا حتى كاع بعيد على كاع المناطق المنطق المتحيز بأي حق؟ إيوا هذا رحمة ديال الله وأرض ديال الشعب، علاش هذا الاستغلال كله؟ وهذا هو الكلام اللي قلتها لك دابا.